الابلكيشن اللي انا اشتغلت عليه في المانيا ده هيسهل على اهل العيال حاجات كتيره قوي. ما ناويه تقولي له امتى بس؟ انا هتجوز. اتقابلتي ولا جرى حاجه في مخي؟ اصل انا قاعد قدام شخص انا ما اعرفوش. ايه اللي مخليك تقول كده؟ انا ما اقدرش احرم حاجه، حللها ربنا. اتفضل اطلع بره، ما عندناش بنات في الجواز. انت كده بتحطي البنزين جنب النار. اسمعي كلامك. انا عايزك اشوف ابني. انا محتاجه اقابله. معاكي طول ما انت معايا. انسى اللي فات وركز في حياتك دلوقتي. ليك قد ايه؟ انا اللي بضيع وسطكم. ارجع نعيش مع بعض تاني. قطعي عرق مسيحي دم. طول ما احنا عايشين يبقى زماننا. زي القمر الجزء الثاني، حدوتة انكبر ابنك، من السبت إلى الأربعاء 8:00 مساء على قناة مصر الأولى.